في مشكلة. أتمنى يعني. طيب قلت لي قبل كده أن أكرم توفيق النادي الأهلي يتكلم رسميا على عودته. هل النادي الأهلي بدأ يتكلم على حد تاني؟ كلام بنسمعه عن باسم علي، كلام بنسمعه عن أحمد ياسر ريان، كلام بنسمعه عن الجزار، صحة هذا الكلام؟ اللي جالي هو أكرم توفيق بس. اللي جالي ب ب ب بعنف يعني. عامل حسابك مش هيكون معاك السنة الجاية. ده أمير؟ كم ساعة حفيظه أمير في قاعدة كده من العادات يعني. فقلت لهم بصوا يعني هو أكرم توفيق لعيب كبير وكويس، بس خلي بالكم من حاجة واحدة بس، هو عنده أولمبياد السنة اللي بعديها. فلو هيجي النادي الأهلي، أنا بتكلم للأطراف كلها، لازم عشان حتى ما تيجي عايز تبيعه بعد سنتين هو هيكون لاعب أولمبياد، لكن النهارده هيقعد في النادي الأهلي ما يلعبش، يبقى رقم ثلاثة أو رقم أربعة. لا أفيد لك يلعب في حتة تانية إن شاء الله بره، مش لازم الجونة، أي حتة. لأن هو في مرحلة دلوقتي لازم يلعب عشان هو الولد عنده استعداد انه يكمل في الجونه. انا طبعا حضرتك هتساله واساله بس برضه بسالك يعني، ما هو ما اعتقدش ان في حد قاعد في الجونه او في المكان اللي احنا فيه وعايز يمشي، ما حصلتش خالص. مبسوطين اعتقد كده ان هم مبسوطين، ما فيش حاجه اعتقد ان هي ناقصاهم يعني، احنا اللي ناقصنا نتائج كويسه يعني. بس الدنيا اتحسنت في الاخر. طبعًا مش بطال هم يعني. رجاله هم عارفين هم المفروض موجودين ليه، فاعتقد ان كل واحد خايف على اسمه.